بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات الذين يجتازوا بكالوريا 2022، نقدم لهم تمرين فيما يخص قسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين. إذا نقرأ النص. أن عدد طبيعي غير معدوم. أولا، عين القيم الممكنة لـ ب القاسم المشترك الأكبر للعدد 2 أن ناقص 1 و 9 أن زائد 4. ثانيا، برهن أن إذا كان القاسم المشترك لـ 2 أن ناقص 9 أن زائد 4 يساوي 17، فإن 17 يقسم أن زائد 2. ثالثا، استنتج قيم العدد الطبيعي ان التي يكون من اجلها قسم المشترك ل 2 ان ناقص 1 و 9 ان زائد 4 يساوي 17. اذا نبداو في الحل ان شاء الله. اولا، عين قيم ممكنه للقسم المشترك ل 2 ان ناقص 1. اذا القسم المشترك هنا القاسم المشترك ل و 9 زائد 4 نعتبره دي إذن يقسم 9 زائد 4 و دي يقسم 2 ناقص 1. د يقسم 2 ضرب في 9 ان زائد 4. د يقسم 9 مضروب في 2 ان ناقص 1. و د يقسم 2 9 ان زائد 4 ناقص 9 2 ان ناقص 1 يساوي قداش؟ 17. إذن وصلنا أن D يقسم 17. قيم ممكنة قواسم العدد 17 هي 1 و 17. إذن هذه القيم ممكنة. ثانيا، برهن أن إذا كان ب ج سي دي يعني القسم المشترك الأكبر ل 1 9 ان زائد 4 يساوي 17، معناه فإن 17 يقسم هذاك 17 يقسم ان زائد 1. إذا 17 يقسم 9 ان ناقص 1، 17 يقسم 9 ان زائد 4 14 يقسم ناقص 4 ان ناقص 1 و 17 يقسم
تسعة ان زائد اربعة. اذا 17 وش يقسم؟ 17 يقسم 9 ان زائد اربعة ناقص اربعة في 2 ان ناقص، وهذا وشني؟ هذا يساوي ان زائد 8. اذا 17 يقسم ان زائد 8. ثلاثة هذا هو ثالثا استنتج قيم العدد الطبيعي التي يكون من أجلها هذاك القيم العدد الطبيعي ان قيم العدد الطبيعي بشيء قاسم مشترك الأكبر ل 2 ان ناقص 1 و 9 ان زائد 4 17، معنى 17 يقسم 17 يقسم ان زائد 8 على ان ان زائد وحدة يساوي 17 ك ك هو عدد حقيقي عدد طبيعي، اي ان هي 17 ك ناقص 8. إذن ننطلق من 17 ك ناقص 8 باه نتوصلوا إلى القسم المشترك. نبداو نحسبوا القسم المشترك. إذن 9 ان زائد 4 هي وشني؟ 9 17 ك ناقص 8 زائد 4 قداش؟ اثنين ان ناقص واحد هي اثنين 17 ك ناقص 8 هي ناقص واحد، معناه 4 ناقص 17. نستعملو باستعمال قسمة أقليدية ليدز
أن تسعة ان مئة وخمسة وثلاثين ك ناقص 68 يقسم أربعة 68 ناقص سين ك سبعتاش ك من بعد ثلاثة هذه نقسمها على هذا بدلنا اثنين بعد 18 ك نقسمها على 17 مدينا ك إذن لاحظوا إذن البي جي سي دي لتسعة ان زائد أربعة لين ان ناقص واحد هو 17 معناه لو بي سي سي دي تاع 100 ك ناقص 100 ك ناقص 17 هو 17 هذه هي اللي وصلنا ليها انتهينا إذن هذه صحيحة.